من أريزونا زياد سنكري الباحث السياسي ينضم إلي. أهلا بك سيد زياد. سيد زياد، ماذا تقرأ بموافقة الولايات المتحدة الأمريكية على نقل أسلحة أمريكية عن طريق دول البلطيق إلى أوكرانيا في وقت تبدو الدبلوماسية هي الأبرز بالخطاب الغربي تجاه الأزمة هناك؟ يعني هذه الرسالة إلى روسيا أن الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها مستعدون لدعم أوكرانيا في الدفاع عن نفسها. المشكلة القوى الغربية متحدة حاليا في مسألة مساعدة أوكرانيا في الدفاع عن نفسها. المشكل الذي سيقع فيه الحلف الغربي هو اختلاف وجهات النظر في حال قامت روسيا بغزو أوكرانيا من ناحية الدعم الغربي لأوكرانيا. هل ستقوم الدول الغربية بإعطاء أوكرانيا أسلحة هجومية لصد القوات الروسية؟ هذا نقطة الخلاف بين الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا تحديدا في هذا المجال. ولكن هذه الرسالة إلى روسيا بأن الولايات المتحدة الأمريكية ستقوم بدعم الأوكرانيين بالدفاع عن أنفسهم. ولكن حتى في خطاب الرئيس بايدن البارحة كان هناك نوع من الكلام الذي فهم بأنه أعطى ضوء أخضر للرئيس بوتين بغزو أوكرانيا، حيث قال أن الغزو الشامل لروسيا لأوكرانيا سيكون ثمنه باهظا، ولكن توغل صغير يمكن أن يكون ثمنه أقل على روسيا. وما فهم بأن في أوكرانيا وقع على الأوكرانيين وقع الصدمة بأنه يعطي ضوء أخضر لبوتين ويجد مخرج لبوتين بأن يقوم بتوغل صغير شبيه بما قام به حين ضم شبه جزيرة القرم. هل تبدو هذه الرسائل كافية سيد زياد لردع روسيا عن أي تصعيد، هذه الرسائل الصادرة من الغرب في وقت الكل يقرأ بالمواقف الصادرة انقسام ما بين هذه القوى حول النهج الذي سيجب أو يتوجب اتباعه في حال ما تم التصعيد حقيقة هناك؟ الكل يشعر بخطورة الموقف، حتى الروسيين يشعرون بخطورة الموقف. هم قاموا بالتصعيد لأقصى درجة، يعني حاصر الرئيس بوتين حاصر نفسه في زاوية هو لا يستطيع الخروج منها، فهو رفع السقف عاليا جدا في الملف الأوكراني، وحتى تخطاه الملف الأوكراني هناك تهديد بأن روسيا ستقوم بنشر صواريخ وربما نووية في فنزويلا وكوبا في رسالة واضحة لتهديد الأمن القومي الأمريكي. الأمور يمكن أن تخرج عن السيطرة، والجميع إلى حد الآن لهذه اللحظة الولايات المتحدة نجحت في بناء حلف دولي غربي أوروبي في مواجهة الروسيين. لهذه اللحظة هناك متانة في هذا الحلف، هناك صرامة في هذا الحلف في محاولة توجيه رسالة واضحة للرئيس بوتين بأن الثمن الاقتصادي الذي سيدفعه في حال قيامه بمغامرة في أوكرانيا سيكون باهظا عليه وعلى نخبته الحاكمة وعلى الشعب الروسي والاقتصاد الروسي بشكل عام. ما حدود ما يمكن أن يحدث حتى في الجانب الأمريكي على الولايات المتحدة الأمريكية إيجاد صرامة في التعامل مع الموقف الأوكراني، لأن الصين وتايوان يشاهدان ما يجري في أوكرانيا، وهذا السيناريو يمكن أن يتكرر، فبالتالي على الولايات المتحدة الأمريكية أن تكون صارمة في تعاملها مع الملف الأوكراني، لأن هذا السيناريو سيتكرر قريبا جدا في مع الصين في الملف التايواني. شكرا جزيلا لك من أريزونا زياد سنكري الباحث السياسي.